في الاستوديو دينا جودة من العاصمة الألمانية برلين. أحييكم إلى رواء يورو ماكس، وفي البداية كما تعودنا لمحة عن مواضيع اليوم. المنازل الذكية وأسلوب جديد للحياة. شركات السياحة تستخدم وسائل مكلفة لاجتذاب الزبائن. وتشاهدون في يوروماكس أيضا هواة جمع الساعات النادرة. والبداية من عالم الأزياء، حيث اختتمت فعاليات أسبوع الموضة في باريس يوم الأربعاء، وقد حرص على حضور هذا الحدث الضخم العشرات من بيوت الأزياء الشهيرة لعرض موضة الخريف والشتاء المقبلين. دار الأزياء الألمانية ألود تشارك للمرة الأولى في باريس بأزياء من الكشمير. كشمير بلون وردي وبألوان التوت الغامقة، هكذا تبدو التشكيلة القادمة للخريف والشتاء من دار الأزياء الألمانية ألود، والتي ستعرض لأول مرة في أسبوع باريس للأزياء. لحظة هامة بالنسبة للمصممة أندريا كارغ، إذ إن إدراجها في الجدول الرسمي لأسبوع الأزياء امتياز وصلت إليه بعد جهود كبيرة. فماركة ألود ليست فقط إحدى الماركتين الألمانيتين في هذا الحدث العالمي، وإنما أيضاً الماركة الوحيدة التي استخدمت الكشمير. هذا شعور لا يمكن وصفه ولا يمكن مقارنته بأي شيء آخر. أمضت المصممة أندريا كارغ وفريقها 4 أشهر في التحضير للعرض، وقبل 36 ساعة بدأت في شقة باريسية جميع التحضيرات، اختبار المكياج ومناقشة خطط العرض وانتقاء العارضات واختيار تسريحات منصة العرض. الماركة التي تأسست في ألمانيا عام 1993 مرغوبة بتشكيلاتها من الكشمير حتى في فرنسا، فالصحفيون الفرنسيون ألحوا على إدراج ألود في الجدول الرسمي لأسبوع الأزياء في باريس ونجحوا في ذلك. باريس تقدم جمهورا عالميا، إلا أن ألود تعرف مكانتها كماركة جديدة. كنا نود بالطبع أن يكون هناك أفضل الناس وأهمهم، ولكن علينا أيضا أن نكون واقعيين، فنحن نشارك للمرة الأولى هنا، ومن الصحيح أنه ليس هناك من يتوقع وجودنا، وعلينا أن نثبت أنفسنا، وهذا ما نريده، ونحن على ثقة أننا قادرون على فعل ذلك. تم اختبار 26 عارضة للعرض في باريس، وكانت ألود تعرض في السنوات الأخيرة في أسبوع الأزياء في برلين، والآن ستكون هناك مقارنات لأول مرة. لابد أن نقول أن مستوى الفتيات هنا جيد بما لا يقاس، وهنا في عروض بريت أبوتي لا تلتقي سوى أفضل عارضات العالم، وانتقاء الفتيات يتم وفق معايير عالية جدا مقارنة ببرلين. في وقت متأخر من المساء، جولة في مبنى غران بالي الباريسي الذي شيد عام 1900 كمعرض عالمي واستخدم دوما لعروض أسبوع الأزياء في باريس. وهنا ستعرض شانيل تشكيلات واسعة، وبجوارها ألود بمجموعتها الصغيرة. ورغم ذلك فالعرض في باريس يعتبر بالنسبة للماركة الألمانية استثمارا قيمته مئات الآلاف من اليورو. كل شيء هنا بالطبع أغلى من أي مكان آخر، فالفتيات أغلى والمكان أيضا، أي أن استئجار غران بالي وصالة العرض هذه يعتبر أيضا عنصرا آخر له وزنه، ولكننا من جهة أخرى في عاصمة الموضة. الصباح التالي يوم العرض، فبعد ليلة قصيرة بدأ الفريق المكون من 70 شخصا تحضيرات محمومة في كواليس غران بالي. ارتداء سريع للملابس وبروفات عرض قصيرة. أمام المبنى ينتظر الضيوف من أجل الدخول 450 مصورا وزبونا وصحفيا حضروا لمشاهدة عرض ألود. رئيسة تحرير مجلة فوغ الألمانية كريستيان أرب تعرف أهمية أسبوع الأزياء في باريس. ما توصلنا إليه هنا مختلف عما يحدث الآن في برلين أثناء أسبوع الموضة، وعليكم أن تتصوروا أن جميع المتسوقين الكبار موجودون هنا، وهم من سيقرر في النهاية مدى انتشار أي تشكيلة أزياء، وهذا يعني أننا نجذب جمهورا أكبر إلينا. ولكن ما الذي يقوله زملاء الصحافة الأجنبية عن عرض الماركة الألمانية؟
ينظر الفرنسيون إلى الماركات الأجنبية على أنها إثراء لبلدهم، ونحن في عالم الأزياء في باريس نبحث باستمرار عن أشياء تلهمنا بشكل أكبر. ما هي إلا دقائق ويتحقق أحد أحلام المصممة أندريا كارغ، وكان ردها على السؤال إن كانت ستعرض أزياءها في باريس باستمرار. نعم بالطبع. وهكذا اجتازت ماركة ألود أصعب اختبار لها في أهم معرض للأزياء في العالم. يزداد الإقبال على معرض سيبت للتكنولوجيا في مدينة هانوفر الألمانية، وتركز فعاليات المعرض على ما يعرف باسم السكن الذكي اي سمارت هومز. وتشاهدون الآن أحد الأمثلة لهذا النظام المعيشي الموجود بالفعل في برلين. ما يبدو هنا شقة عادية في غرفة العرض لاتحاد Connected Living في برلين هي في الحقيقة عبارة عن شبكة اتصال معقدة تضم أجهزة كثيرة. أستطيع مراقبة كل الأجهزة الموجودة في البيت من هنا، كما يمكنني التحكم فيها كالإضاءة مثلا وغيرها من الأجهزة كأجهزة المطبخ. تتوفر منذ 10 سنوات تقريبا أنظمة للشقق المتصلة بشبكات الإنترنت، وتوفر أجهزة الحاسوب اللوحية والهواتف الذكية ما مكن من أن تفرض البيوت الذكية نفسها. يمكن التحكم في الأجهزة عبر كل جهاز قابل للربط بالإنترنت كجهاز الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي أو جهاز الحاسوب العادي. بهذه الأجهزة يمكنني مراقبة الأجهزة الكهربائية عن بعد، فمثلا أستطيع التأكد مما إذا كنت قد أطفأت آلة القهوة أم لا. يمكن من خارج البيت اختيار وصفة معينة وإرسالها إلى جهاز حاسوب خاص بالمطبخ لحساب مكونات الوصفة، كما يمكن مشاهدة أفلام الطهي في الإنترنت. لدي أمر هنا بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية. هذا الأمر يمكنني بالطبع تنفيذه يدويا على الفرن مباشرة، لكن هذه الأجهزة أصبحت معقدة هذه الأيام، ولهذا يمكنني استخدام برنامج كمبيوتر يتولى هذا الأمر. وقد ساهمت في المعرض 45 شركة ومعهد أبحاث، من بينها شركة ريدل المتخصصة بموضوع التدفئة. مهمتنا تكمن في التحكم في درجات حرارة الغرف، والميزة الحسنة الكبيرة لشبكة الإنترنت هي تشغيل التدفئة وإطفاؤها عن بعد. مقر الشركة موجود في برلين. يبحث المطورون هنا باستمرار عن حلول جديدة للشقق المتصلة بالإنترنت، ويمكن لهذه التقنية من خفض استهلاك التدفئة والكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يعود بالنفع على البيئة ويوفر المال أيضا. وبدأ يتم توفير ما يعادل تكاليف تركيب هكذا نظام للتدفئة خلال 7 سنوات. الشركة تعنى بالدرجة الأولى بتوفير الراحة للزبون. لقد تطور نمط الحياة إلى درجة أصبح بالإمكان استخدام الكمبيوتر اللوحي والهواتف النقالة كأجهزة تحكم عن بعد، وهذا الأمر سيسهل علينا حياتنا. نعود إلى غرفة العرض لاتحاد Connected Living. هكذا مشاريع سكن تحتاج لبعض الوقت حتى تبدأ بالانتشار. لا أعتقد أن الجميع سيعيش في شقق ذكية، لكن ستكون هناك مجموعات معينة ستستفيد منها كثيرا، وأعتقد أن هذه التقنية ستكون جاهزة بالكامل خلال 20 عاما. وقبل كل شيء يجب أن تتعلم الأجهزة كيفية التواصل فيما بينها. الجهاز الرياضي هذا مثلا يتواصل مع جهاز التلفزيون كما أنه متصل بالإنترنت، وبهذه الطريقة يمكن ركوب الدراجة عبر برلين أو أي مدينة في العالم والحصول من الإنترنت على معلومات عن المعالم السياحية على طول الطريق.
لكل ذلك خلفية طبية، فالأمر يتعلق ببيانات معقولة، إذ يمكنني وضع جهاز استشعار بالقرب من الجسم لقياس دقة القلب، وهذا الأمر يساعد في التدريبات الرياضية بحيث تتم وفق أسس طبية. كما يقوم الجهاز بإعداد البيانات المجموعة وإرسالها إلى طبيب للاطلاع عليها. أقل من 1% من البيوت في ألمانيا مجهزة بهذه التقنية الجديدة، وذلك بسبب سعرها الباهظ، فتكلفة نظام المطبخ الإلكتروني وحده تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات. أما إن حصل وأصبح البيت مجهزا إلكترونيا فلن يحتاج المرء ليعتني بأي شيء، فالبيت الذكي يعرف أيضا ما إذا كان أحد في البيت، ولا داعي لأن يطفئ آخر شخص يغادر البيت الكهرباء، فالبيت الذكي يقوم بكل شيء تقريبا. ننتقل الآن إلى أكبر معرض عالمي للسياحة والسفر والمقام حاليا في برلين، حيث تحل مصر ضيف شرف لدورة هذا العام، ويحاول آلاف المشاركين تقديم عروض مثيرة للترويج لبلادهم. هيا بنا إلى هناك لنتعرف على المزيد. جولة عبر أروقة أكبر معرض للشركات السياحية في العالم يجعلنا نحلم بالرحلة المقبلة. وقد ابتكر المنظمون أفكاراً كثيرة للدعاية لبلادهم أو مناطقهم، ويقدمون أنفسهم عبر أفلام فيديو جذابة لإثارة الرغبة في السفر. يجب أن يثير الفيلم الدعائي العواطف، والصورة فيه مهمة كالموسيقى، ويجب أن تكون المشاهد مثيرة بالطبع، عندها فقط يمكن للمرء أن يبرز ما تحتويه الفيديوهات اليوم. لا توجد مشاهد أجمل من الجبال في جنوب تيرول، الدولة المضيفة ألمانيا تعرض في جناحها مقتطفات متنوعة وتراهن على المواقع الأثرية والمدن والمناطق الطبيعية المشهورة فيها. تقدم كرواتيا أفلام فيديو دعائية كثيرة. البلد الواقع على الساحل الجنوبي للبحر الأدرياتيكي يفاجئ الزوار بشواطئ رملية ساحرة ومواقع سياحية كثيرة. بولندا أنشأت موقعاً على الإنترنت يمكن من خلاله مشاهدة جميع الأفلام الدعائية. سأسافر إلى بولندا. طول بعض المقاطع 45 ثانية فقط، وهي مخصصة لمستخدمي الإنترنت. صممنا جميع أفلامنا لتناسب الإنترنت والمواقع الاجتماعية، فهي أكثر الوسائل الإعلامية استخداماً لدى الشباب والسياح المحتملين عندما يبحثون عن معلومات عن بولندا. سويسرا من أصغر الدول الأوروبية مساحة، لكنها تمتاز بطبيعتها الساحرة.
اختيرت بلدة سكول السويسرية لتكون مكانا لتصوير الفيديو الجديد، وسيقضي فريق التصوير 4 أيام في تصويره بمشاركة الممثلين الملتحيين باول بيتشارت. يعمل في الحقيقة مزارعا وسيبيكيتل قائدا للقطار المعلق، وهذا هو الفيلم الدعائي الرابع لهما لسويسرا، وهما يحملان ساعات سويسرية يتلقلان بها عبر الفنادق والقرية. أجرى أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم استطلاعاً للرأي على شبكة الإنترنت لاختيار أفضل البارات الموجودة على مستوى العالم، وأظهرت النتيجة أن المراكز الثلاثة الأولى احتلتها بارات في أوروبا، 2 منهما موجودان في العاصمة الهنغارية بودابست. فهيا بنا إلى هناك. موسيقى عالمية في أفضل حانة بالعالم، إنها حانة A38 من أداء فرقة باند نابرا الهنغارية. تعجبني هذه الحانة، آتي إلى هذا المكان كل أسبوع، إنه يعجبني للغاية. إنه رائع، نحن المجريون فخورون بهذه الحانة. هذا البار هو في الأصل سفينة أوكرانية قديمة رسية هنا على ضفة الدانوب منذ 2004 باعتبارها ساحة ثقافية. فيرا زابادكاي تعي أهمية هذا المكان لإحياء الفعاليات الثقافية، وهي متخصصة في تنظيم جولات فردية للتمتع بحياة الليل في بودابست. هذا أفضل مكان لإقامة الحفلات الموسيقية المتميزة في بودابست، فالسفينة الثقافية تجعلنا على مقربة من مياه الدانوب، فنتمتع بمنظر المياه أثناء الاستماع إلى أنغام الموسيقى الساحرة. فاليوم نسهر في A38 على وقع أنغام فرقة أرمينية. هذا مكان رائع لإحياء الحفلات، لكننا نقيم هنا فعاليات ثقافية مختلفة، ولدينا هنا مطعم من الدرجة الأولى وقاعة للحفلات وبارات وقاعة للعروض، إذن هذا المكان يضم فعاليات ثقافية مختلفة. تقع حانة A38 على مساحة 2000 متر، وفي الطابق تحت الأرضي يوجد باران بالإضافة إلى بار خارجي فوق سطح السفينة. التفرج على مياه النهر هو أحد شروط ضيوف فيرا زابادكاي الذين توقفوا مبدئيا هنا، أما نحن فقد أخذتنا إلى الجهة الثانية من النهر. التنقل من بار إلى بار على متن الدراجات ظاهرة منتشرة منذ عقد من الزمن في بودابست، وفي هذه الفترة نفسها تطورت البارات وانتشرت في بودابست موضة بارات المباني المهجورة، ويعد بار زيمبلاكيرت أقدم هذه البارات. بار زيمبلا أصبح بمثابة المؤسسة التي تندرج في إطار ظاهرة تحويل المباني والأسطح المهجورة في وسط المدينة إلى بارات مؤقتة، ويتميز هذا البار بتصميمه وبأجوائه الخاصة. زيمبلاكير تعني حديقة، هذا البار قائم هنا منذ 2004 ويتمتع بشهرة كبيرة، فكل من يزور المجر ويحضر إلى المدينة لابد أن يحتسي فيه كأس بيرة على الأقل. يعجبني تأثيث البار بطابعه الصارخ، لا يوجد في مدينتي وهي نيويورك محطة ثقافية مماثلة. باريس تفتقر إلى مكان مشابه يسمح للناس بإطلاق العنان لإبداعاتهم، هذا المكان يعجبني كثيرا. هدف أصحاب زيمبلاكيرت كان منذ أول وهلة الاكتفاء بالمتاح مع التركيز على القدرات لإبداع مكان يرتاح إليه الناس. غابور بيرتني أحد القائمين على هذا المشروع منذ البداية. يمكن القول إن مشروع سيمبلا فريد من نوعه لأنه يتطور باستمرار.
تمنينا أن نكون من بين المئة بار الأوائل في العالم، لكن يكفينا فخرا أن نكون في المرتبة الثالثة. واصلت المرشدة السياحية فيرا طريقها مع زبائنها في الرحلة عبر حياة بودابست الليلية. أما نحن فنكتفي بهذا القدر ونعود إلى استوديوهاتنا. ترى ما هي المعايير التي يراعيها هو جمع الساعات قبل الإقبال على شرائها؟ هل الماركة هي المعيار؟ أم قدم الساعة؟ أم ندرتها؟ أم الأمر يتعلق بالأجواء التي تباع فيها الساعات؟ دعونا نتعرف على المزيد عن هذه الهواية المثيرة. ساعات من زمن آخر، الساعة لها تاريخها. إنها جزء من أهم مجموعة خاصة للساعات في ألمانيا. البعض يجمع الساعات كمشروع استثماري، والبعض الآخر لأنه شغوف بها. لكن هناك أمر واحد يجمع بين محبي اقتناء الساعات، ألا وهو عدم الرغبة بالحديث علنا عن هوايتهم الغالية. ولكن واحدا من الذين كسروا هذه القاعدة هو الساعاتي جيرد روديجر لانج. هواية الجمع أمر شخصي، وهي تنطق بحال من يستطيع تأسيس مملكة صغيرة يمكنه أن يلعب بها، فهي تشبه صندوق ألعاب. وإذا كانت هذه الألعاب ساعات، فإنها ستكون بالطبع أكثر قيمة. الطابق السفلي في مشغل جاد روديجر لانج، هنا يخزن مجموعته المكونة من 700 ساعة، وربما يصل عددها إلى 1000 ساعة، فهو ليس متأكداً من عددها. مبدأ جيرد روديجر لانج في ذلك هو جمع ساعات التوقيت. ساعات باهظة الثمن وغير قيمة لا تعني شيئاً بالنسبة لي، تماماً كما كان الحال مع ضجة شراء ساعات سواتش البلاستيكية. فالناس كانوا يمتلكون المال لذلك وكانوا يشترونها، أما الآن فلا قيمة لها. بزيادة قيمة مجموعته تزداد جهود تأمينها أيضاً. الخوف من سرقتها كبير، وهذا الخوف حاضر أيضاً على بعد كيلومترات من هنا. في هذا الفندق في ميونخ يقام 7 مرات في السنة أكبر مزاد للساعات. يأتي التجار وهو جمع الساعات من جميع أنحاء أوروبا، وهم لا يتحدثون إلا نادرا عن ساعاتهم علنا، والهواة حذرون بين بعضهم البعض، ولهذا سبب وجيه كما يقول الساعاتي كريستيان فايفر بيلي. الخطر هو احتمال أن يقف أحدهم أمام باب الفندق ويشهر سلاحه ويريد السطو على مجموعتك الخاصة. هناك بعض الناس الذين خسروا فجأة كل مجموعتهم بسبب تهاونهم. مع ذلك فإن جمع الساعات رائج الآن، فالعديد من الجامعين يستغلونها كمشروع استثماري، ولا يعرف كريستيان فايفر بيلي على وجه اليقين أي ساعة تجلب لصاحبها ثروة لاحقا. نصيحته لجامع الساعات هي أن يشتري ساعات لم تستخدم، وإذا استخدمت يجب أن لا تظهر عليها أثار الاستخدام كثيرا. ومن يستخدم ساعة سيخسر أكثر من 30% من قيمتها. رغم الإنترنت إلا أن مزادات كهذه تزدهر، لأن الزبون يقدر فحص الساعة مباشرة. عودة إلى ورشة الساعة جاد روديجر لانج، يمكن مشاهدة أجمل 60 ساعة موزعة على 3 طوابق. أجمل ساعة في المعرض هي ساعة التوقيت، تم تصنيعها عام 1910 لعائلة القيصر الروسي. شكلها يشبه ساعة الجيب، قام بصنع السوار الذهبي لها الصائغ الروسي فابيرجي. أمر مفرح لهاوي جمع الساعات أن يكون محتفظاً أيضاً بعلبة التغليف الأصلية أو حتى الفاتورة التي تحمل توقيع البائع. تعلم جيرد روديجر لانج أيضاً من خلال خسارته، حيث باع ساعة كان يلبسها الممثل الأمريكي ستيف ماكوين، ثمنها اليوم أضعاف ما كان عليه آنذاك. رغم هذا الخطأ فإن مجموعته شبه كاملة، فهو يمتلك كل أنواع ساعات التوقيت.
كانت هذه حلقة اليوم من رواء الأسبوع، نتمنى أن تكون قد حازت على إعجابكم. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت حيث تجدون كل ما يتعلق بمجلتنا. شكرا على حسن المتابعة، موعدنا يتجدد معكم غدا في نفس الوقت. إلى اللقاء.